شو الريد، حلقة جديدة هنكون مع بعض فيها وهنستعرض برضه فيها أغنية جديدة. يا رب تعجبكم هذه الحلقة. ناخذ الريموت ونبدأ مشوارنا مع بعض. الإنسان بحاجة للاستماع للأغاني والموسيقى بطبيعة الحال، يعني الخفيفة بقدر حاجته للأغاني نقدر نقول عليها جادة والأغاني الثقيلة، تختلف الأسماء في هذا الموضوع. وبيستمع للحن أغنية يا صغير يعرف مباشرة أنه الجملة الموسيقية هي من مستوى حكمة التعبير اللغوي تحديدا عند إبراهيم الكاشف. والأغنية هي واحدة من الأغنيات التي كتبها إبراهيم الكاشف وقام بتلحينها بالطريقة دي أو بالطريقة البسيطة والمعبرة دي، وده من خلال بساطة الكلمات ذات نفسها اللي هي بالضرورة أثرت على شكل اللحن. لما يقول يا صغير يا محيرني ومتحير، أنا عمري غرامك أنت وغرامك عمره قصير، يا الزينة وعاد بك زيك من في الأحباب من زيك، يا النجم العالي الغالي يا الزاهي وزينة تهيك، سبحان الخلقك زينة خلاك تتعالى علينا. وفي أغنية يا صغير كان هدف العبقري إبراهيم الكاشف في التعبير الموسيقي يعني كل تلك العناصر، كان عنده أدواته الخاصة رغم بساطتها وعفويتها، رغم أنه اللحن هنا كان بيختفي الكلمات، لكن كان بيلبس أفضل ما يمكن من تعبير إلى أدق التفاصيل. وهنا طوال بيتبادر للذهن سؤال، هل ممكن احد انه يقوم بوضع لحن يصور المعنى افضل من الطريقه اللي وضع بها ابراهيم الكاشف لحن لهذه الاغنيه؟ وده سؤال مهم النقاد يمكن ان يجيبوا عليه وناس الاختصاص. واللي جاب على السؤال ده نجد بطريقه ولا بثانيه انه العبقري ابراهيم الكاشف رغم عدم اطلاعه على علوم الموسيقى وهو اعتمد على الموهبه والفطره فقط، الفطرة السليمة طبعا بطبيعة الحال، استطاع انه يجعل من الاغنية وحدة واحدة باستخدام الجو العام للحن من ناحية ايقاعية وتركيب نقمات في التعبير عن المعنى العام للكلمات او الموقف او المواقف، كما استطاع التصوير المباشر باستخدام جمل موسيقية معينة في التعبير عن الجمل اللغوية في النص او الكلمات والمفردة. ده كان كلام عام عن أغنية يا صغير. ثاني أنا أرحب بضيوفي في الاستوديو أستاذنا الباحث والكاتب الصحفي سراج الدين مصطفى، أهلا بك في حلقة اليوم. محمد ومساء الخير ورمضان كريم، والتحية لكل مشاهدي قناة الشروق الفضائية. تسلم يا رب. عماد مرحب بك مرة ثانية، احنا في اليوم الثاني وإن شاء الله نكون خفيفين على المشاهد، خاصة أن الناس كانوا عطشانين وكذا. كيف يومك الليلة؟ والله يا اخي ما بطل سخن بيني وبينك، بس الكهرباء كان قاطع، الناس تجرس شويه الليله وحقيقه سخن يعني، فنحاول نبرد على الناس هايته بعبقرينا ابراهيم الكاشف بعد ما فطروا برواقه. نتكلم عن يا صغير يا سراج. في اغنيه يا صغير افتكر ابراهيم الكاشف ابرز موهبه ثانيه غير التلحين، ويمكن التاريخ الغنائي رصد لنا اغنيتين كتبهم ابراهيم الكاشف، يا صغير والحبيب. ده التاريخ رصد كده انه هو قدم الاغنيتين، لكن لو لاحظت بغض النظر عن خفه اللحن وعن رشاقته وقدرته على تصوير الكلمات، حتى اذا املت في كلمات الاغنيه بتلقاها بتشبه من حيث تفكير الكتابي ولغته بتشبه جو الحقيبه في الكتابه، وحاول يجاري الشعراء زي سيد عبد العزيز وعبيد عبد الرحمن في الكتابه، يبدو ان هي ذاتها كانت جزء من التحديات الخفيه. لكن افتكر ان الكاشف نجح انه قدم نص بسيط مفعم بالامل ومفعم بالحب ومليان بالايقاع وبالموسيقى، ونجح هو ذاته كملحن انه يقدمه في ابهى صوره، وهو لحن راقص
جدا ولحن مبهج يعني لحن زي ما بيقولوا يعني انا ما لاقي الجمله المناسبه اقول عن هذا اللحن لكن اللحن مبهج جدا وخفيف الظل زي ما قلت. والكاشف زي ما كان عنده الاغنيات الكبيره اول قاعدين نسميها الاغنيات الروائيه الطويله الجاده وهي فنان لازم في السجل وفي القائمة الغنية بتاعته بتكون عنده الأغاني الراقصة وهي ضرورية جدا صحيح. للتنويع في التجربة والتنويع ذاته عنده ضرورات يعني لاختلاف الأجيال أنت قد تكون في أغنياتك محتاج تخاطب الأجيال كلها صحيح. فمنهم بميال لسماع الأغنية الرواية الكبيرة منهم للأغنية ذات الإيقاع الخفيف الإيقاع الوسط فدي واحدة من الأغنيات الخفيفة الراقصة اللي يمكن كان هي بتعتبر برضو جزء من اغنيات السباته اللي كان بيرقص بها اللي هو العدادات تحديدا والحفله وطبعا الكاشف معروف هو اول زول طالب بعداد بالمناسبه وطبعا دي معلومه هنقولها اللي قدام يا صغير يا عمد والله تكلم عن الاغنيه دي شويه لا لا انا زي ما قال اخونا سراج من الاغنيات الجميله والخفيفه واللي يعني بفتكر انها هي مختلفه نوعا ما من نوع الالحان اللي كان بيعملها ابراهيم الكاشف. لكن انا اتخيل لي هو اللحن ده ما شنو حاله مزاجيه. نعم. فانا اتخيل لي هو كان في حاله مزاجيه معينه. وجاءه اللحن وكتب كتب الكلام. كتبه. انا بتخيل لي كده. نعم. لانه بعض مرات اللحن بيسبق الكلام. اللحن بعض مرات بيسبق الكلام. نعم. فانت بتقوم تعمل حاجه كده وهي بتجيك هما نوع من الوحي بيجيك حاجه وبعد ذاك انت اذا اللحن عجبك نعم. بتقوم تنزل عليه فتخيل لي دي الحاله اللي كان فيها ابراهيم الكاشف الكلمات يا سراج ابراهيم الكاشف عنده تجارب شعريه ثانيه غير يا صغير في الحبيب كتبها برضه كتبها اي هم التوثيق الفني يمكن رصد الاغنيتين ديل نعم. لكن مجمل اغنياته الثانيه هي كان اتوزعت بين شعراء كثر يعني يمكن كان ابرزهم اللي هي الثنائيه اللي انا افتكر الناس ما انتبهوا ليها الثنائيه جمعت بينه وبين الشاعر عبيد عبد الرحمن المساح كان شاعر البدايات حنتطرق له في حلقات حنتناول فيها الاغنيات الجمعت بينه وبين المساح في بداياته وفي مدني لكن افتكر الثنائيه الكبيره اللي كانت والضخمه على مستوى تاريخ الغناء السوداني جمعت بينه وبين الشاعر عبيد عبد الرحمن في مجموعه من الاغنيات الكبيره. نعم. طيب نقول يا صغير يا عماد؟ نقول يا صغير. تمام. شو قريب شو قريب
شكرا عماد و يديك العافيه يا رب. سراج سراج يا صغير، كيف يا صغير دي معك؟ كلمه يا صغير ده يا حمد، انا قلت عليك بطريقه معينه، انا حسيت فيها غدري من الـ من الـ من الغدر من المحبه. ايوه ويمكن احنا السودانيين درجنا نستعمل التصغير للمحبه، يعني عينا للغنى السوداني بنلقى كثير من التعابير زي دي، قدريشنا، دريفونا، صحيح، عويناتك، كلها صح فيها تعبير للمحبه وبعد اخر للجمال، كويس؟ عشان كده ده جزء برضه من قدرات ابراهيم الكاشف في التعبير وقدرته انه يوصل حتى افكاره البسيطه. فانا افتكر في اغنيه يا صغير كان في توافق ما بين النص وما بين اللحن، والاخ عماد يمكن اقول هو بيجتهد في انه يغني لابراهيم الكاشف، قدر يصور النص واللحن وحتى الاجواء اللي اتعملت فيها الاغنيه زمان. يمكن عماد بصوته قادر ينقلنا ذات الاجواء اللي غنى فيها ابراهيم الكاشف، عشان كده قاعد يحصل الامتاع الكبير في مجمل اغنيات ابراهيم الكاشف. سؤال صغيرون اجابه تكون برضه صغيرونة، المخاطب ما انسى هنا. المخاطب هو شوف الشاعر حبيبه كلها بتخاطب ذكر دائما. الشاعر ما من حقه، او كل معظم الشعراء يقول لك اكتب يغني المغني والكل على هواه. هنا شكل الخطاب مفتوح، عشان كده انا مرات مع انه انا قاعد مهتم بجمع قصص الاغاني، لكن تفكيك الاغاني بقصصها ومحتوى انا افتكر بيفسد كثير من المعنى. صحيح. سراج شكرا. شكرا. تسلم يا رب. عماد تسلم يا اخي. تسلم ابو حميد، وان شاء الله يعني انا اتمنى انه والله انه اوفق في انه اقدر اوثق، ولو انه ابراهيم الكاشف ما محتاج لتوثيق طبعا، ممكن يكون تذكير للاجيال اللي ما سمعت ابراهيم الكاشف وما سمعت وهو اكثر زول محتاج توثيق بالمناسبه. بالضبط بالضبط كده. صحيح. اذا عينا لتجربه هذا العبقري، التوثيق تم بالنسبه له منتهى الضعف بالمناسبه، ولا ما عنده ادنى علاقه بهذا الكم الهائل من الانتاج الفني في ذلك الوقت في كل مكان. شكرا لحسن متابعه هذه الحلقه من الشوق والريد، بكره لقاء جديد، تخلوا بالكم من روحكم وبعد من المشاكل. السلام عليكم. لمستي